جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل ينطبق على الصبي والبنت الذين لم يبلغا الحلم إذا أراد القيام بحج أو عمرة أحكام الحج والعمرة من إحرام ومحظورات الإحرام؟ جزاكم الله خيرا. نعم، ينطبق أحكام الإحرام وتجنب محظورات الإحرام على الصغير والكبير، ويجب على الصغير أن ينوي الإحرام كما يجب على الكبير إذا كان يعقل النية، أما إذا كان دون التمييز ولا يعقل النية فإنه ينوي عنه وليه ويجنبه محظورات الإحرام ويفعل به المناسك من طواف وسعي ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ومبيت بمنى ويرمي عنه الجمار إذا كان لا يستطيع. نعم.